مستمعي المصريين غادي نشوفوا سلام عليكم الوضع اللي وصلنا للممول. الموضوع ديال اليوم هو واحد الموضوع شويه حساس وموضوع اللي دار واحد الضجه كبيره. مساء النور مستمعي الماسينغ راديو. بحكم ان الماسينغ راديو واكبات الازمه اللي كنعيشها مميني الحفلات والمغنيين والفنانه بصفه عامه في فتره الحجر الصحي وفتره الكورونا اللي مازال مستمره مع الاسف، ولكن الحمد لله بقوه اقل. غادي نتصلوا اليوم بالعديد من الفنانه اللي غادي يهضروا لنا على كيفاش حسوا وكيفاش تلقوا الخبر الاخر ديال الحكومه اللي عطاهم الحق انهم يرجعوا الممارسات او المزاولات النشاط ديالهم، مع تحديد نسبه الطاقه الاستيعابيه وفرض شروط الاحتياطات الاحترازيه. دونك نستقبلوا اول مكالمه ونقولوا الو. الو، مساء النور. مساء الخير الاخ رضا غنينو. اياه لالا، هو هذا معك الماسانك راديو. مرحبا لالا. شوف قبل ما نبدا باي حاجه بغيت تغني لينا، طلع لينا بشي موال زويون عاد ندوزو لواحد شي موال دابا. ما كرهناش هو الاول. مرحبا. موال اش بغيتي، شرقي ولا شعبي ولا ما حب الخاطر، المهم موال اللي انت ترتاح فيه. مرحبا لالا. مرحبا. شنو نديرو، واش من موال؟ مرحبا وعلى السلامة وعلى مجيكم الحباه نعملنا في كرامة. يلي مجيكم الحباه فرح قلبي قلبي. يلا سيدي نوضو ديروا العراس. شكرا. مرحبا. ما شاء الله عليك رضا غنينو رائد. الله يطلع عمرك. الأغنية الشعبية. الله يحفظك لالا. شكرا. سيدي ان الماسانك تي في وكبتكم وعشت معكم اللحظات الحزينه اللي كانت قبل بحكم انكم تماماً. كنتم موقوفين على العمل. تماما. تعذبنا صراحه. من الحمد لله جا الفراج من بعد واحد العام وربع شهور ديال الراحه التامه. كاين اللي قدر سلت في شي حفلات وكاين اللي ما خدمش مسكين تماما ما ضربش فيها الضربه. بحال دابا حنا الناس كتعرفنا عندنا جوق كبير وداكشي صعيب باننا ندخلوا للفيلا ولا ندخلوا تبارك الله جوق فيه 17 الناس. ما يمكنش غادي يعيطوا لك الناس يخدموك في هاد الجائحه امبوسيبل. والحمد لله اليوم حنا فرحانين بزاف وبدينا تنستقبلوا المكالمات ديال لي كليون. اللهم لك الحمد. مزيان ما شاء الله. يعني الله يطول عمرك. شي حاجه كتفرح. قول لي الاخ رضا. نعم. بالرغم ان نسبه الطاقه الاستيعابيه محدده في 50%، بالرغم ان يعني شروط الاحترازات الاحتياطيه مفروضه، باقي كاين المسائل الاحترازيه كاينه، ولكن احنا غنمشيو مع الناس فين غادي يكون داك الحفل. الا كان الحفل في المنطقه اللي هي من زعما مفتوحه ان جاردان ولا شي حاجه ما غادي نخدموا عادي بالاوركست كامل، ولكن القاعه غنحاولوا نقصوا شويه ليفيكتيف. داكوغ. كيفاش غادي تقدروا تخدموا في هذا الجو هذا؟ يعني واش كتشوف باللي العطاء ديالك والابداعات ديالك في الاعراس او في الحفلات كما كانت قبل غتكون هي نفسها في هذه الفتره ولا بهذا الاحتياط بهذا الشيء؟ باش نفسر لكم هذه المساله. هذه الفنان اللي تيكون في التيران مزيان كوساسوا كانوا مورا 20 ولا 50 ولا 30 كيكون اللي تخدم ديالو هي فهمتي ولا لا؟ حنا ليفيكتيف اللي تيكون ديال الجوق اللي مورانا تيكون غير ايماج، فهمتي؟ ايماج وما يبدو تخدمه تزيد شويه في الموسيقى، هو تيعطي الموسيقى عنده زياده ديالو، ولكن راه المغني الا كان منه راه الحفله راه تدوز كوساسوا خدمتي بسونوريزاسيون صغيره ولا كبيره، فهمتي ولا لا؟ اكيد هذا شيء ما مشكوكش فيه، يعني بحكم راه يلا سمعنا الصوت ديالك، صوت قوي وانت والميكرو كنظن كافيين. الله يخليك لالا. الله يكبر بك. الله يكبر بك لالا. وانا جيت سعيد اليوم بتواجدي معكم وفرحت بزاف ملي اتصلتوا بيا، وليا الشرف لان انتم تبارك الله الصوت ديالكم راه واصل لعند الناس وحاولتوا توصلوا هذا الميساج هذا للناس باش حتى انتم غتشجعوا لي كليون ديالنا باش يعيطوا لينا صراحه. والله القسم مع الفريق ديالكم راه غادي تكونوا عندنا واحد لا بوبليسيتي كبيره تبارك الله. الله يبارك فيك سيدي رضا. الله يخليك. اللي بغيت نسول عندي واحد السؤال بسيط. باش تقدروا تعاودوا تسترجعوا الخسائر اللي تعرضتوا ليها في هذه الفتره هذه، شحال غتحتاجوا ديال الوقت تقريبا؟
واش نقول لك، احنا لقيتيني مع شي اصدقاء كان ابورديو هذا لو سوجي. احنا يمكن غادي نقول لك هذا الصيف غادي نخدموا فابور، لان يلا غادي نردوا ذاك الخسائر اللي عندنا. نتمنى من الله ما يكونوش ردود الفعل ديالكم بحال كما داروا لي زاكتيفيتي الاخرين اللي كانوا توقفوا مده طويله، وفاش رجعوا على رجعوا على على احنا كنتمناو الناس ديال الدومين يحن الله القلوب ونتعاونوا بيناتنا ويكون خير، باش كل شيء ياكل خبيز وكل شيء يخدم وكل شيء تيسر، حتى اللي ما خدمش يخدم، واللي ما عندوش الخدمه نحاولوا نخدموا معانا وش يعاون شي، باش اللي عنده لي كريدي حيدهم عليه، واللي عنده بزاف ديال الضرائب يحيدهم عليه. ونتمنوا من الله ربي ما يحشمناش. ما غاديش تجيو على المستهلك؟ نعم، ما غاديش تجيو على المستهلك؟ لا احنا بالعكس، احنا بالعكس. انا بعدا تندوي على راسي شخصيا، انا الكليان تمشي معاه على قد المستطاع ديالو. نخدموا الناس تا فابور، اللي ما عندهاش خدموا لها فابور. احنا علاش غادي نتكبروا على الناس؟ ونحاولوا نربحوا احنا شويه، وتا المستهلك اللي غادي يخدمنا ولا الزبون اللي غيخدمنا يعطينا على قدر داك الخدمه وداك التمر اللي كنضربوا في الحفلات. هذا هو المضنون فيك سي رضا، وهذا هو اللي كنرجعوا منك ونرجعوا من الله سبحانه وتعالى يغلبكم وتوقفوا على رجليكم في اسرع وقت ممكن. يا ربي يا ربي لاله، شكرا بزاف. شكرا فيك، شكرا سي رضا على المشاركه ديالك معنا. الله يطول عمرك، وانا جيت سعيد وبلغ سلامي للطاقم الصاهر على هذا البرنامج الجميل، وشكرا لكم وتحياتي لكم. تبارك الله عليكم. شكرا بزاف، شكرا بزاف. الله يحفظك لاله، تبارك الله عليك. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. اذا كان معنا رضا غنينو، مغني ولا رائد اغنيه شعبيه، مستمعي المصري غادي. السلام عليكم. الوضع الوصولي للممول، الموضوع ديال اليوم هو واحد الموضوع شويه حساس، وموضوع اللي دار واحد الضجه كبيره